إحسان وعمل صالح إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، معشر المؤمنين والمؤمنات، بارك الله في ليلتكم وتقبل الله تعالى صيامكم وقيامكم وبارك في ممشاكم وجعل هذه الأوقات التي تقضونها في بيت الله تعالى، جعلها الله تعالى من الأوقات التي سنسعد بها في الدنيا وسنسعد بها يوم لقاء الله عز وجل. فإن الله تبارك وتعالى أمر نبيه بهذا الأمر نظراً لقيمته الكبيرة، فقال سبحانه مخاطباً نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالحمد لله الذي أنعم علينا بهذه المكرمة الربانية وبهذه النعمة الجلة، سائلين المولى جل في علاه أن يعرفنا إياها بدوامها وأن لا يعرفنا إياها بزوالها، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. إخواني أخواتي، كان حديثنا عن العبادة في إطار تناول المواصفات الرئيسة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن في هذه الدنيا ليكون ربانياً، ليكون شخصية من الشخصيات التي رضيها الله جل في علاه. وقلنا إن المؤمن وجب أن تكون عبادته صحيحة سليمة تؤدي وظيفتها التي لأجلها شرعها الله سبحانه، وذلكم لأن العبادة لها مقصد سمي، مقصد كبير، وهو الربط بين البرية وبارئها. هذا هو الغرض، ألا يكون الإنسان بعيدا عن الله، أن يكون قريبا من ربه جل في علاه. وإن هذا القرب أيها الإخوة الأحبة لهو منبع السعادة كلها، السعادة كلها تجتمع في هذا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لماذا؟ بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. انظروا، مشكلتنا الكبيرة في هذه الدنيا أيها الأعزة هي غرابة قلوبنا عنا. جعلنا من قلوبنا قلوبا غافلة، قلوبا لا تستشعر هذا القرب الرباني، قلوبا لا تعيش هذه اللذة الإيمانية، قلوبا مضطربة، حائرة، قلقة، ضجرة، غير مستقرة. هذه الكلمات كلها وغيرها من أسرتها الذي يقابلها هو الطمأنينة. ولا طمأنينة البتة إلا بذكر الله. وذكر الله كلمة عظيمة تدخل فيها الطاعات كلها، والصلاة من ذلك، والصوم من ذلك، والحج من ذلك. فما شرع الله الشرائع وأرسل الرسل وأنزل الكتب إلا ليذكر الله جل جلاله. فلذا المعركة الكبرى أعزائي هي هذه، أن يكون هذا
القلب في صلة بالذي خلقه، فإن فيه حيرة لا تعالج إلا بالله، وإن فيه شعثا لا يلم إلا بمعرفة الله، وإن فيه قلقا لا يستقر إلا بذكر الله. الكلمات تعجز أحبائي عن التعبير بهذا الخصوص، ولكن المطلوب أن ينخرط العبد في سلك الذاكرين، فإنك كلما ذكرت ارتقيت، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وكلما ذكرت الله كثيرا خنس إبليس من قلبك كثيرا، وجعلت الفرصة مواتية ليلقى القلب ربه. فالكلمات تعجز، لكن الحاكم هنا هو التجربة، هو أن ينخرط العبد وأن يلزم نفسه بالذكر. فما دخل إبليس إلا من غفلة، لذا سمي الوسواس الخناس. إذا ذكر الله خنس، خنس اختفى وفر، وإذا غفل العبد عن الله وسوس. فما بالكم بالغافل غفلة مستمرة؟ إبليس يستوطن، وكلما غضب العبد وكلما حقد وكلما فليعلم أن إبليس سكن في القلب، وإذا سكن إبليس في القلب أصبح العبد حينها من حزب الشيطان. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان. فالقضية أعزائي كالشمس في ضحاها، فنسأل الله أن يجعلني وإخواني من الذاكرين. ولنا مع هذا القلب وقفة غدا بحول الله، سنقف على منهاج تزكيته، كيف نأخذ هذا القلب ونحسن توجيهه إلى الله، وهي معركة ليست بهينة. اليوم أحب أن أختم بسؤالين لهما صلة بالعبادات المذكورة ولهما أهمية كبرى. أحد الأحبة اتصل بي وسألني بخصوص الزكاة عن صلتها بالضريبة، قال لي هل الضريبة تغني عن الزكاة؟ وهذا سؤال عجيب، سؤال ممتاز. هل الضريبة التي تعطى للدولة الأمريكية تغني عن الزكاة؟ قلت له كيف هذا؟ ما كيف؟ الضريبة بالطبع لا تغني، لأن الضريبة هي أخذ منك رغم أنفك. كاين ولا تعرفوا واحد سرقوا منه الشفرة شي حاجة، اعترضوا سبيله وأخذوا منه مالا، قال صافي سير في سبيله. أيوة من قبل. فهذه أولا. ثانيا أعزائي، هذه لا تعطى للمسلمين، هي تعطى للدولة، من حق الدولة، شغل هذا. في حين الزكاة تعطى لمن؟ للمسلمين. هو صحيح الصدقات الأخرى يمكن أن تعطى لغير المسلم، الصدقة الأخرى يمكن، وجدت واحد جائع أو واحد دهسه فيضانه، طيب أعطيته، سأل الله القبول، وفي كل ذي كبد رطبة أجر. لكن الزكاة، زكاة المال، هذه لا تعطى إلا للمسلم، إذا أعطيت لغير المسلم ينبغي أن تعاد، فما هي الزكاة؟ لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من فقرائهم وترد على أغنيائهم. ومصارف الزكاة الثمانية معلومة. نعم عفوا، تؤخذ من ماذا قلت؟ هادشي اللي كاين دابا.
تؤخذ من تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. خطأ صحيح. والمصارف الثمانية أعزائي معروفة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين و و و ما فيهاش والضرائب والمكوس لا. فلذلك أيها الأعزاء المطلوب ماذا؟ أن المؤمن حينما يأتي وقت زكاة ماله يخرج الديون، الديون التي جاء وقتها، ويخرج الضرائب تذهب إلى أهلها، ويخرج النفقات، ويخرج الإيجار، ويخرج 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 ويخرج، هذه التي جاء وقتها. ثم بعد ذلك ما بقي له خالصا، ما بقي عنده مما يملك من المال يخرج منه ربع العشر 2.5%، وهكذا. أما إذا لم يعتبر ذلك فهو لم يؤدي الزكاة. وإذا بقي عند العبد شيء من الزكاة في ماله فالخطر والله كبير كبير، فهو أكل أموال الناس بغير حق، لأن الله تعالى قال والذين يكنزون الذهب والفضة، يعني المال، ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قضية أعزائي فيها خطر رهيب. عند الله تعالى الزكاة أعظم شأنا من الصيام، وأعظم شأنا من الحج، لأن الترتيب الذي وردت به في القرآن ووردت به في السنة دائما تأتي بعد الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ونحن نعلم أن أحباءنا يستبشعون أكل الأكل في نهار رمضان، وهو والله بشع ورهيب، ولا يستبشعون التهاون في زكاة أموالهم. وليكن العبد على يقين أن ما بقي له من الخير هو مبارك، سينفعه الله به نفعا عظيما، سيكرم الله عز وجل به الأسرة كاملة، فتعيش فيعيش المؤمن السعادة، وينشأ أبناؤه على الخير، وتنشأ أسرته الكريمة على فضل من الله عز وجل، وهكذا. فهذا السؤال الأول الكبير الذي أثير بخصوص الزكاة، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه الله ويرضاه. السؤال الثاني مرتبط بالزكاة نفسها لكنه من شيء آخر، وهو هل يمكن أن نعطيها للأقربين؟ وهذا سؤال يتكرر كثيرا، خصوصا وأن الله تبارك وتعالى أمر بالإحسان إلى القربى، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن الخير هو الذي يحسن إلى أقاربه، الأقرب فالأقرب. ونقول هنا بأن الحكم الشرعي بشكل سريع ومختصر ومركز، إن القرابة نوعان، نوع تلزمك النفقة نفقتهم، ونوع لا تلزمك نفقتهم. أما النوع الذين لا تلزمك نفقتهم فهؤلاء يجوز أن يعطوا من مال الزكاة، من مثل الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والخالات والأخوال وأبنائهم. أما الأصول والفروع فالأصول نعني بهم الآباء وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا، الآباء وإن علوا الأب وأبوه وهكذا، الأم وأمها وأبوها وهكذا، والأبناء وإن نزلوا الأبناء وأبناؤهم وهكذا. فهؤلاء لا تعطاهم أموال الزكاة، لأن من عجيب ما نسمع في بعض الأحيان أن بعض الناس يسألون هل أعطي الزكاة لوالدي؟ أعطيها راسك، باك خصك تعطيها راسك، خصك تعطيه حتى يشبع،
وطلب الله يقبل منك وطلب الله يقول لك شي كلمة مزيانة ذاك الأمر. وخا ما يقولها لكش مزيانة غير أعطيه. لا نفكر أيها الإخوة بهذه الطريقة جزاكم الله خير. كذلك ابناؤنا نعطي ونعطي ونعطي ونجتهد في الدعاء. أما ترون إبراهيم وإسماعيل يبنيان أعظم بيت في الكون ويتبعان هذا العمل الجليل بالدعاء، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل تابعوا ربنا تقبل منا ربنا، يقول لك وأنا الأب مكان الأب طردني وأنا صغير، إيه وأتطرده وهو كبير؟ أبدا، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، بل كن سعيدا أن الله وفقك ورددت له الشر بالخير، كن سعيدا. شوفوا يا إخوان، أبوك ما دام حيا لا تقدر النعم، ولكن لو لقي الله الآن لتمنيت أن تعطيه كل ما تملك بنظرة واحدة في وجهه. فنصيحتي للإخوة والأخوات الأحباء، ما دام آباؤكم وأمهاتكم أحياء فأحسنوا وأحسنوا وأحسنوا وأحسنوا، أحسنوا التقرب. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. آخر سؤال أيها الأحبة يتعلق بالطبع، نسيت شيئا، فمع الإخوة وكذا الحمد لله الزكاة ساعة إذن لها أجران كبيرة، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الصحيح، قال ثنتان صدقة وصلة رحم، وهو هنا عليه الصلاة والسلام يشجع الأحبة على تلاحم تلاحم تعاضد. ما الذي يميز بيننا وبين غيرنا من الدنيويين الآن؟ الرحمة والإحسان والتلاحم الأسري، بغي أن لا نكون عناصر تشتيت وعناصر أزمة. السؤال الآخر أيها الأعزاء يتعلق بتسوية الصفوف، السنة في ذلك إخواني أخواتي أن نملأ الصفوف الأول فالأول، هذه هي السنة، السنة أن نملأ الصفوف الأول فالأول، وكل صف نبدأه خلف الإمام، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه، كل صف نبدأه في الوسط ثم نغلب اليمين على الشمال، نغلب ما استطعنا، وإلا فكل الأماكن خير الحمد لله. هذه كلها تنافس في القربات، وإلا فإذا جاء الإنسان ودخل ووجد الصف الأول مليء ولكنه مشتاق للصف الأول لكنه وجده مليء، أفضل عمل يقوم به هنالك هو أن لا يؤذي إخوانه وأن لا يزاحمهم ويحرجهم في الصف الأول، وإنما أن يتأدب وأن يقف حيث انتهى به الصف بسم الله ويتوجه إلى الله بقلبه. نفس الشيء بالنسبة للسيدات، نفس الشيء، نغلب الوسط ثم اليمين ثم الشمال الحمد لله، وكل الأماكن خير، والمكان الأخير والأفضل هو المكان الذي لا يؤذي فيه المؤمن إخوانه ولا أخواته، وهكذا وهكذا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يطهر قلوبنا وأن يبارك في ليالينا وأن يبارك في صغارنا وكبارنا رجالنا ونسائنا، وأن يبارك في أموالنا، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه وأغننا به عن الحرام برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله والحمد لله رب العالمين.